بتقول، نركز بقى مع بعض في الخبر ده، المستبعدون من القائمة الأفريقية قنبلة موقوتة في الأهلي. موضوع صعب قوي، إن يعني دي قنبلة كبيرة جدا جدا جدا. بالمناسبة يعني صديق وزميل عزيز جدا هو اللي كتب الخبر، تمام؟ فمش قنبلة موقوتة ولا حاجة، يعني ده شيء طبيعي في أي نادي في العالم. أنت مش هتقدر تأيد 50 لعيب في قائمتك، أنت محدد 30 لعيب اللي هتأيدهم، فبالتالي هيبقى فيه قائمة من الراحلين، فبالتالي هيبقى فيه مستبعدين من القائمة الأفريقية. ده شيء يا جماعة طبيعي جدا، يعني الأهلي ما بيعملش حاجة مختلفة يعني عن العالم كله. يعني زكريا يرفض الإعارة، مؤمن زكريا، ده على حسب يعني الخبر، وقد يكون هناك بعض عروض الإعارة المؤمن زكريا، لسه ما فيش أي حاجة رسمية بهذا الخصوص. ركز بقى في اللي جاي ده، حمدي يشعر بالظلم لإبعاده عن الكالتشيو وإجباره على بيراميدز. طيب إبعاده عن الكالتشيو اللي هو طبعا الدوري الإيطالي، إحنا عارفين إن أحمد حمدي من سنة ونص أو سنتين تقريبا جاله عرض من إيطاليا، وكان متولي تدريب النادي الأهلي أو الإدارة الفنية في النادي الأهلي ساعتها الكابتن حسام البدري المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، والعرض فعلا كان موجود، وكان ممكن يكون في اتجاه عند الإدارة إن يطلع أحمد حمدي، وكان ساعتها على فكرة عرض إعارة كمان يعني على ما أتذكر يعني. لكن مين اللي رفض؟ هل إدارة النادي الأهلي رفضت ولا الكابتن حسام بدري هو اللي رفض طبقا لرؤيته الفنية اللي هو ما استخدمهاش بعد كده، أو إن هو ما لعبش أصلا أحمد حمدي بعد كده؟ اللي تمسك فعلا الكابتن حسام البدري، ودي رؤية منه، هو الأدرى في هذا التوقيت، هو مدير فني في هذا التوقيت للنادي الأهلي، فحقه يقول مشي لي ده أو هات لي ده أو سيب لي ده ما تطلعوش إعارة. هو الراجل مسؤول عن هذه الجزئية. دور إدارة النادي الأهلي إيه؟ إن هي تنفذ كل متطلبات الجهاز الفني، سواء بإلقاء على بعض اللاعبين أو إعارة البعض الآخر، هو ده دور إدارة النادي الأهلي. لكن في نفس الوقت كابتن حسام البدري ساعتها قال لك إيه؟ لا أنا عايزه، لا أوعى تسيبه أحمد حمدي ده ما يمشيش خالص، أنا عايزه. ومع ذلك أحمد حمدي ما لعبش في هذا التوقيت، فاللي ظلم اللاعب، مش عايز أقول ظلم يعني، هي وجهة نظر فنية من كابتن حسام البدري ساعتها، ممكن يكون اللاعب ما أثبتش وجوده خلال التدريبات، فكابتن حسام البدري عشان بس ما حدش يفتكر إن إحنا بنهاجم كابتن حسام، لا كابتن حسام طبعا مدير فني كان قدير جدا جدا في النادي الأهلي، وخلاص هو دلوقتي مش متواجد، وأعتقد إن هو قريب كمان من المنتخب المصري، إدارة الفنية للمنتخب المصري، وبالمناسبة مدرب قدير يعني. لكن كانت رؤيته ساعتها كده، فمش النادي الأهلي هو اللي يعني عرض أو هو اللي ظلم أحمد حمدي. إحنا بس دي نقطة كان لازم نوضحها، إجباره على بيراميدز، لو كان في إجبار على بيراميدز لأحمد حمدي ما كانتش صفقة أفشة تمت، أو كانت تم، أو كان راح أحمد حمدي يعني لبيراميدز لو كان في إجبار. هو موضوع ما فيهوش إجبار خالص يا جماعة، إحنا عارفين الأمور بتمشي إزاي في النادي الأهلي. أنت بتقول للعيب أنت جالك عرض، أنا ممكن ما بقاش محتاجك الفترة دي بس هحتاجك مستقبليا شوية، ففي عرض من هنا وعرض من هنا، احنا بنرجح لك مثلا هنا، موافق اوكي، مش موافق خلاص كده كده الصفقه اللي كان بصدد النادي الاهلي عن اعلانها وتم الاعلان عنها خلاص هو محمد مجدي قفشه. ممكن كان يكون في طلب من بيراميدز للتعاقد مع احمد حمدي كتعويض لمجدي قفشه وما حصلش، فمفيش اجبار، لو كان في اجبار كان اللاعب راح يعني، او كان الصفقه ما تمتش يعني بتاعت قفشه يعني. فالموضوع مش بيمشي كده، والدليل اكبر دليل محمد نجيب وطريقه خروجه من النادي الاهلي الرائعه، والشكر الكبير من كل اللاعبين والنادي الاهلي نفسه بيشكر محمد نجيب، وعمرو جمال اللي راح لصفاقسي بشكل جيد جدا بالاتفاق وكل حاجه، هو الامور بتمشي كده والله في النادي الاهلي، وقبليهم ناس كتير جدا يعني بس دول اقرب مثالين يعني قلت اقول لحضراتكم عليهم. احمد فتحي قبل كده طلع اعاره، ووائل جمعه بحجمهم وقيمتهم طبعا محافظ الالقاب الاثنين لان دول نجوم كبار جدا يعني، فالامور بتمشي عادي طبيعيه بهدوء خالص والله في النادي الاهلي. فده خبر كان وجب التعليق عليه يعني. نروح للوطن، كلام كتير برده.